القنوت يطلق في لغة العربي على معان. يطلق القنوت على السكوت فيكون المعنى وقوموا لله قانتين، أي قوموا لله ساكتين، لأنهم كانوا يتكلمون في الصلاة. روى الشيخان عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال فأمرنا بالسكوت. قوموا لله قانتين ساكتين. ويطلق القنوت ويراد به الخضوع، ومن ذلك قول ربنا وله من في السماوات والأرض كل له قانتون خاضعون، لا يستطيع أحد أن ينفذ مما قدره الله له وأراده به، كل له قانتون خاضعون. ويطلق القنوت ويراد به الطاعة، ومن ذلك قول ربنا يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، اقنتي لربك أي أطيعي. ومن ذلك قول ربنا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ومن يقنت منكن لله ورسوله ومن يطع منكن الله ورسوله. ويطلق القنوت ويراد به القيام، يراد به الصلاة أو يراد به القيام في الصلاة، ومن ذلك قول ربنا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. والقرينة على أن المراد بقانتا هنا القيام في الصلاة، وقول ربنا بعده أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. ومن ذلك ما رواه أبو يعلى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القانت خاشع الراكع الساجد. فقال صلى الله عليه وسلم كمثل الصائم القانت، وقلنا إن القانت هنا معناه القائم لرواية الصحيحين، هذا الحديث مروي في الصحيحين أيضا، ولفظ الصحيحين كمثل الصائم القائم، ففسر الحديث بعضه يفسر بعضه. نعم.